السلام عليكم. نكمل بارت 2 واللي كنا وقفنا فيه عند الداتا ويرهاوس، وكنا وقفنا هنا كان ساب لنا وقلنا الأمثلة عليها وجايب في السكيما دي بس عشان يوضح لك اللي احنا كنا قلناه. فبيقول لك ان انت بتجيب الداتا دي، وليكن الداتا دي تبع السي ار ام او البايلينج او البيلينج تقريبا، اللي هي الفواتير، او الاي ار بي ده حاجه تبع مجال الاي اس اللي هو انتربرايز ريسورس بلاننج تقريبا، والفلات فايلز وهكذا. بتبدا ان انت بتاخد الداتا دي وتخزنها في الداتا وير هاوس. طيب بعد ما خلاص خزنتها وبقت داتا وير هاوس اللي احنا معروفه عندنا، اللي هي الداتا اللي هي حجمها كبير، ابدا ان انا استفاد منها ازاي؟ استفاد منها ان انا اطبع تقارير زي ما قلت، او ان انا احللها عشان استفاد منها في قدام، او ان انا استخدمها في مجال الداتا مايننج. وفي نفس الوقت التلاتة بيودوا او هيودوك لنفس الغرض، اللي هو اللي انت في الاخر تستفاد من الداتا الكبيرة بتاعتك دي عشان تحسن وضع انت فيه. نكمل بقى ويظهر لنا نوع جديد وهو الديستريبيوتد داتابيز، جاي من اسمه ديستريبيوتد يعني توزيع. هنا بيكون عندي الداتابيس كبيرة جدا، فانا ببدأ ان انا باخد الداتابيس دي واقسمها واوزعها على اكتر من سيرفر. فبقسمها وليكن بقى بالبارتيشنز او بالسيكشن او على حسب التوزيع اللي في دماغي اللي انا عاملها، فهرفع كل جزء منها على سيرفر مختلف، فبتكون مش موجودة مع بعض. and may be utilized in different meaning، وممكن استخدمها في اكتر من نطاق والاكتر من غرض. فهنا بقى في الجملة التانية تقريبا هيقول نفس الكلام اللي قاله في الأول، ان هو بيقولك in general it typically refer to، ان انت بتقسمها لمجموعة modules او partitions، او زي ما قلنا بتقسمها على حسب ما انت عايز تقسمها وهترفعها ازاي. فبتقسمها مثلا لmodular تمام architecture، وبتسمح بقى ليها ان انت تقدر توزع كل دي بي ام اس تبع كل قسم منها كسنجل دي بي ام اس، وتوزعه بقى على حسب انت هترفعه على كل جهاز، كل جهاز او كل سايت يبقى مختلف عن التاني. وفي الاخر الموضوع هيبقى سهل ليك برضو ان انت تاكسس عليها، حتى بقى زي ما انا قلنا لما ترفعها على اكتر من سيرفر او اكتر من كمبيوتر او اكتر من سايت عادي، لان انت في الاخر هتجمعهم ببعض وهتقدر تاكسس عليهم بسهولة جدا. فلو جينا نقول ايه ابسط مثال عليها، هيبقى مثلا لو جينا نقول ان انا لو عندي كومباني او عندي شركة او مثلا بنك او اي حاجة ليها اكتر من فرع. فوليكن لو هنطبق على شركات، فالشركة ده لها فرع وليكن في المنصورة، وفرع في اسكندرية، وفرع في القاهرة، او البنوك البنك مثلا الاهلي او بنك مصر او بنك اسكندرية له فروع في كل حتة في مصر، او المطاعم وهكذا بقى لو نفس المبدأ. فانت بيكون عندك اكتر من فرع، فانت هتوزع الداتابيز بتاعتهم على اكتر من سيرفر. لكن مع العلم بقى ان انت زي ما قلنا هيبقى كل داتابيز بيستخدمها يوزرز مختلفين، لكن المبدأ واحد، ان انا لو عدلت او يوزر معين من اليوزرز دول عدل فيه الداتابيز دي، لحظيا او في وقتها هتسمع عند كل اليوزرز وهتسمع عند كل الاقسام اللي انت مقسمها تبع الداتابيز دي. فيتطبق عندك هنا مبدأ الكوهيرنسي، اللي هو لو واحد عدل في حاجة او مسح حاجة هتسمع عند الباقي. فجاي بقى في اخر جزئية بيقولك ان انت ممكن بتكون هي متقسمة لسيجمنتس او زي ما قلنا بارتيشنز على حسب التوزيع اللي انت عاملها، وممكن يكون الاساس عندك في سايت واحد وكل بقية المواقع تقدر ان هي تيجي تاكسس عليها زي ما قلنا قبل كده. فلو جينا نشوف في المثال ده هنلاقي ان الجزئية اللي في النص دي اللي هي الديستريبيوتد داتابيز اللي احنا بنقول عليها، وهتلاقي بيأكسس عليها اكتر من ابليكيشن او اكتر من بروجرام، اللي هو مثلا هنا المانيوفاكتور وهنا السيلز وهنا مش شايف ده ايه بالظبط، بس انا اقصد ان هو عند ديستريبيوتد داتابيز كل واحد فيهم مرفوع في حتة اصلا، وهم في الاخر بيقدروا يأكسسوا عليها عادي جدا وبمنتهى البساطة، فالموضوع مش صعب. لو جيت في الطبيعة اقول لك هو انا بخزن الداتا دي ازاي، هتقول لي بتخزنها كنوع اللي هو اسمه relational database، واللي هي بتتكون من كولوم يعني من صفوف واعمدة.
طب لو انا جيت قلت لك ان في نوع تاني اسمه نو سيكوال داتابيز، هتقول لي ايه؟ النو سيكوال داتابيز ده بقى عندي منه اكتر من نوع. النوع اللي قدامنا حالا اول نوع فيه اللي هو دوكيمنت اورينتد داتابيز. الدوكيمنت اورينتد داتابيز هنا بيخزنها على هيئة دوكيمنت او ملف جيسون، تمام كده؟ فبيبقى عبارة ان كل عن ان كل دوكيمنت ده له كي فاليو، بقدر ان انا اميزه بالكي فاليو بتاعه. فلو جينا نقرا اللي هو بيقوله، بيقول لك ان دوكيمنت اورينتد داتابيز ذا كمبيوتر بروجرام ديزايند فور ستورينج وريتريفينج للداتا، ان تتخزن الداتا وترجع الداتا، تخزن اي ستورينج وريتريفينج للداتا وتمانج للدوكيمنت اورينتد دي او سيمي ستراكشر داتا انفورميشن. الجملة التانية هتوضح لك الجملة اللي أنا لسه قايلها بالظبط. فزي ما قلت، النوع الأول من أنواع النوسيكوال هو بيقول لك إن ال document oriented database are one of the main category of no of so called NoSQL، أو نفس الكلام اللي أنا قلته، هو ده النوع الأول من النوع اللي هو بتاع النوسيكوال database، and the popularity of the term document oriented database or document store ده اسم تاني ليها. بيعتمد على ايه؟ زي ما قلنا ان هو في الريليشن بيعتمد ان هو انت بتميزها عن طريق الصفوف والاعمده، اما هنا انت بتميزها عن طريق ان هي بتبقى ديكومنت، وعن بتبقى الصيغه بتاعتها زي صيغه ملف جيسون كده، وبتكون ايه تاني؟ بتكون ان انا بقدر اميزها عن طريق الكي فاليو بتاع كل دوكومنت والتاني بس كده. فانا زي ما بقول لك، انا هنا بقى بستخدمها عشان برضو ان انا طبيعي مع اي داتابيز ان انا اخزن الداتا دي او همانج عليها حاجه، او ان انا هعدل فيها او اعمل لها ريتريف وارجعها واقدر استخدمها فيما بعد. وده الرسمه اللي انا وضحت بيها الفرق ما بين الدوكيمنت اورينتد داتابيز والريليشنال داتابيز. يبدا يظهر عندي بعد دي بقى النوع اللي هو بتاع الامبيدد سيستم او الامبيدد داتابيز سيستم. في النوع ده بيقول لك ان الـ Embedded Database System is a DBMS which is tightly integrated with an application software. هو بيكون موجود مع الـ application software وبيتطلب access على الداتا دي، ولكن ركز بقى في الحتة دي وهي اهم جزء في السلايد دي، بتكون الـ DBMS او الـ Database بتاعتك بتكون hidden from الـ application end user. يعني ممكن يكون الـ end user او الـ user العادي قاعد بيشغل على الـ application program ده وبيأكسس على الـ Database دي، ولكن هو مش عارف، يعني بتكون الـ Database دي مخفية عنه، فهو كل التعامل بالنسبة له بيكون عن طريق الـ Application Program بس، ما يقدرش او ما هوش عارف ان في، يعني هو ممكن يكون عارف ان في Database بس مش بيشتغل معاها directly. كل التعامل بالنسبة له بيكون عن طريق الـ Application End User. بعد كده يبدأ يظهر لي نوع جديد هو الـ End User Database System. وهنا في الـ Database دي بيقول لك ان الـ Database دي بت consist of data واللي بيتعمل لها develop by individual end user، عن طريق بقى الـ user اللي هو اصلا هيشتغل على الـ application program ده او هيأكس على الـ data دي، هو نفسه اللي بيكون بيعمل او بيعمل development للـ Database دي. فأقول لك مثال عليها زي الدوكومنتس اللي هي العادية، يعني من الآخر الداتابيز اللي هي بتبقى بسيطة واللي بينفذ برضو السبريد شيت وبيعمل بريزنتيشن، أو المالتي ميديا اللي كنا خدناها في الأول اللي هي لو نفتكر اللي هي كانت بتتكون من التكست والساوند والفيلم أو الفيديو و حاجة كمان وأذر فايلز. بيقول لك بقى ان several products exist to support such database. فهو ده اهم كلمة فيها، ان هي بتعمل لها development عن طريق ال individual end user اللي شغال على ال application program بتاعه. هنا بقى نوع جديد وهو ال graph database. وبيقول لك ان ال graph database ده هو نوع من ال NoSQL database، وده اللي انا قلته. كان عندي نوعين اللي هو الريليشنال داتابيز واللي هو كان بيميزه الصفوف والاعمده، اما النو سيكوال داتابيز فده النوع التاني، وكنا خدنا منه نوع وهو اول نوع منه هو الدوكيمنت اورينتد داتابيز. فتاني نوع عندي اللي هو الجراف داتابيز. فبقول ان الجراف داتابيز از كايند اوف النو سيكوال، مهم جدا تعرف ان هي من نوع النو سيكوال، وقول لي ان هي بتستخدم الجراف ستراكشر عن طريق ان هي بتستخدم النود
اللي هي الدوت او النقطة والايدجز، وكمان البروبرتيز بتاعتها عشان تمثلها وتقدر ان هي تخزن الداتا دي. تشبيها بالمثال اللي هو كان بتاع الجيوغرافيكال داتابيز، اللي هو كان مثال من جوال المابس، لما قلنا ان كل نقطة على الماب دي بتمثل معلومات معينة، فبتروح ان النقطة دي بتخزن في الداتابيز، وكل نقطة بيكون بتحمل معلومات معينة. هنا بالظبط كل نود او كل ايدج بيبقى ليها معلومات معينة هتخزنها جوه الداتابيز دي. فبيقول ان الجراف جنرال جراف داتابيز ذات كان ستور اني جراف ار distinct from graph database such as، وديك مثال اللي هو ال triple store and the network database. فلما ننزل هنا هتلاقيه جايب لك سكيما بيوضح لك الفرق ما بين السيكوال وما بين النو سيكوال. في السيكوال الموضوع مرتب شوية زي ما قلنا، بيتقسم لصفوف وأعمدة، وتقدر ان انت توصل لأي حاجة فيهم عن طريق رقم مثلا الصف او الاي دي بتاعه زي ما انت ممثله، فالموضوع سهل. اما في النو سيكوال فانت مقسمها عن طريق ان هي مثلا زي جراف نود وايدجز وبروبرتيز، فالموضوع هنا اصعب شوية، لان انت بتوصل زي ما قلنا من انواع النو سيكوال لما تعوز توصل لحاجة بتوصل للكي والفاليو بتاعتها. فده الفرق ما بين السيكوال والنو سيكوال. نقف لحد هنا، ويبقى كده خلص بارت 2 من الجزء الخامس. السلام عليكم.